أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مغارة نيرخا قريبة 50 كيلومتر من ملقا. للعلم يا أخوان اللي ما عنده سيارة في باص يوصل لين هني من ملقا. يلا وراي واحد واحد، هاي كوفيات. انت وجه للداخل، الدخول ب10 يورو للشخص. حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله. هذه مغارة نيرفا، طبعا تنكتب نيرجا وتنطق نيرخا. هذه خارج ملقا بكم من كيلو، وتعتبر من أفضل 5 مواقع سياحية لرؤيتها في ملقا. جيت الحين ظهر الساعة 2:30، قالوا لي ما في مجال اليوم إلا باكر. حجزت على الساعة 9:30، بكرة إن شاء الله الصباح بعد الإفطار بيها. وهذا شوفوا، هذا نصب لأربع أشخاص يرجع لهم الفضل في اكتشاف المغارة هاي بالصدفة. طبعا كل مكان مجهز بمطاعم كوفيات، خصوصا مثل هالموقع هذا. بارك مال السيارات، إن شاء الله باكر لنا لقاح. عشر يورو. هذه المغارة من الداخل، طبعا تم اكتشافها بالصدفة قبل 4 أشخاص. نواصل التقدم. مغارة نيرخا ملقا إسبانيا. هذا البحو الرئيسي. نواصل تصويرنا. يعطونك جهاز للشرح، مثلا في مغارة نيرخا ملقا إسبانيا. طبعا تم اكتشافها مثل ما أقول لكم بالصدفة من قبل 4 شبان.
آخر المغارة، وحين بنرجع نأخذ لفة للرجوع. مغارة حلوة، زين اني رجعت لها مرة ثانية. شلال من الترسبات، يا اخوان ملاحظة لا تنشي على وياكم، من الافضل انك تحجز قبلها بيومين، تختار الوقت اللي تبغيه، الساعة 9 10 11 اللي تبغيه. افضل شيء من الفندق من ملقة، اسأل الفندق منو اللي يحجز حق مغارة نيرخة واحجز وخذ وخلت تذكرتك وتعال لهم على الوقت المحدد. افضل شيء لا تي على وياك، انا جيت البارحة وقالوا لي تعال اليوم، قطعت تذكرة حق اليوم ما في مجال، البارحة كانت زحمة. صبحكم الله بالخير يا بيوه الخير. طبعا جيت قبل الموعد بنص ساعة للمغارة، مغارة نيرخة هاي. أنا موعدي الساعة 9، 9 إلا 5 لازم أكون هني، 8:30 أنا واصل الباركينج بعد ما التذاكر ما فتحوا، الموظفين الناس يخممون، فلازم تكون نشيط. والمغارة هي مثل ما قلت لكم تبعد 50 كيلومتر خارج ملقة، مهمة جدا. من البارحة يومية ما قالوا لي ما في مجال، فحجزت حق اليوم أول الصبح. صبحكم الله بالخير يا بيوه الخير. طبعا جيت قبل الموعد بنص ساعة للمغارة، مغارة نيرخة هاي. أنا موعدي الساعة 9، 9 إلا 5 لازم أكون هني، 8:30 أنا واصل الباركينج بعد ما التذاكر ما فتحوا، الموظفين الناس يخممون، فلازم تكون نشيط. والمغارة هي مثل ما قلت لكم تبعد 50 كيلومتر خارج ملقة، مهمة جدا. من البارحة يومية ما قالوا لي ما في مجال، فحجزت حق اليوم أول الصبح.